تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهنيج ودوما تسلينا طوبي كثبت وابوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال، وش راكم؟ راكم شابين بهذه الرسومات هادو؟ مرحبا بكم في حصة مع عمو يزيد، وانتم تاني أصدقائنا اللي راكم تشوفوا فينا. إلا حبيتوا تحضروا معنا وتفرحوا كمان الأطفال اللي راهم معنا، عليكم إلا توجهوا الإنترنت على موقعنا بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. فقط يا أطفال، شيء مهم، كي توجهوا الإنترنت وتسجلوا طلب الحضور نتاعكم لازم تصبروا شوية، لأنه تسجيلات كثيرة، لأن كاع الأطفال حابين يجوا عند عمو يزيد، وعمو يزيد حاب يستضيفكم كامل. إذا نصبروا شوية وراحين كامل جوا تفرحوا معنا كما الأطفال اللي محاضرين معنا اليوم. كالمعتاد في كل مرة نتكلموا على أيام عالمية ودولية مهمة في حياتنا. اليوم في هذه الفترة هذه اللي تصادف 18 ديسمبر كاين يوم عالمي مهم جدا جدا. الأمم المتحدة دارت يوم عالمي للغة العربية. إذن يوم 18 ديسمبر هو اليوم العالمي للغة العربية اللي هي لغتنا شكون يعرفها؟ لغتنا الأم يا أخي، لغتنا الأم هي اللغة العربية. ومن بعد عمو يزيد دار لكم مفاجأة في هذا الموضوع هذا. يا أخي تحبوا الألغاز؟ تحبوا؟ إذن لغز اليوم يقول: شيء لديه 12 اسما وليس له جسم، ما هو؟ أعيد اللغز: شيء لديه 12 اسما وليس له جسم. إذا فكروا معنا إلى غاية نهاية الحصة، أنتم وزملائنا اللي يشوفوا فينا أصدقائنا الأطفال يقدروا يشاركوا في الجواب على اللغز بهذه الطريقة عبر موقعنا الإنترنت. والشاطر يعطينا الحل. أنت كذلك، جاوب وربح عن طريق الإنترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. اليوم كلفنا الباحثة إيناس باش تعرفنا عن شخصية مهمة في ثورة التحرير الوطني اللي هي صالح بوبنيدر. إذن تفضلي إيناس. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم على حياة المجاهد صالح بوبنيدر. صالح بوبنيدر من أعضاء مجلس الثورة، ولد في عام 1929 في واد زناتي قلب غالما. بدأ حياته السياسية عام 1945 في صفوف حزب الشعب الجزائري، ثم دخل حركة الانتصار الحرية الديمقراطية وأصبح عضو في المنظمة الخاصة. اعتقل في عام 1950، ثم دخل السجن حتى عام 1952. في فبراير 1955 التحق بأول مجموعات المسلحة لجيش التحرير الوطني، ثم تحت مسؤولية سجين زميل له يوسف زايد، وهي المسؤولة عن تنظيم الكفاح المسلح في محيط قسنطينة، حيث أنه لوحظ خلال عمليات ناجحة عشان أغسطس 1955 التي أكسبته اللقب صوت العرب باسم إصدار دعاية في القاهرة التي كانت في كثير من الأحيان له الملهم أكثر العمليات العسكرية، وأصبح عضو في قيادة الأركان العسكرية. وفي نهاية المطاف تحمل مسؤولية المنطقة الشمالية القسنطينة، الولاية الثانية خالفا للعقيد على كافي، وتوفي في 27 مايو 2005. شكرا إيناس. يا أطفال، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، عمو يزيد دلكم أغنية تتغنى باللغة العربية نقول فيها
لغتي يا أجمل اللغات. تغنوا معايا؟ يلا نغنوا مع بعض. لغتي يا أجمل اللغات، بك أعتز وأفتخر، بك أعتز وأفتخر. أصيلة عربية أنت، وأنا من العروبة أنحدر، ومن العروبة أنحدر. لغتي يا أجمل اللغات، بك أعتز وأفتخر، بك أعتز وأفتخر. أصيلة عربية أنت، وأنا من العروبة أنحدر، ومن العروبة أنحدر. ورثناك من الأجداد، يعشق في كل لسان، ويطيب فيك الإنشاد. أنت هي لغة الضاغي، ورثناك من الأجداد، يعشق في كل لسان، ويطيب فيك الإنشاد. لغتي يا أجمل اللغات، بك أعتز وأفتخر، بك أعتز وأفتخر. أصيلة عربية أنت، وأنا من العروبة أنحدر، ومن العروبة أنحدر. من ألف تمتد الياء، رائعة ذات بهاء، كنور يسطع في الأرجاء. أحرفك خطوط ودوائر، من ألف تمتد الياء، رائعة ذات بهاء، كنور يسطع في الأرجاء. لغتي يا أجمل اللغات، بك أعتز وأفتخر، بك أعتز وأفتخر. أصيلة عربية أنت، وأنا من العروبة أنحدر، ومن العروبة أنحدر. القرآن ستبقين لسان الدين، خالدة عبر الأزمان، في كل وقت وحين. أنت هي لغة القرآن، ستبقين لسان الدين، خالدة عبر الأزمان، في كل وقت وحين. لغتي يا أجمل اللغات، بك أعتز وأفتخر، بك أعتز وأفتخر. أصيلة عربية أنت، وأنا من العروبة أنحدر، ومن العروبة أنحدر. برافو 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 يا أطفال. نروحوا دركا نرحبوا بعمو أمين اللي جانا من مدينة سطيف بألعاب الخفة. تفضل عمو أمين.
برافو 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 عمو امين، برافو 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 برافو. يا اطفال راح نحكي لكم حكايه النمر الفيل والعصفور الشجاع، يلا معايا. اذا يا اطفال راح نحكي لكم حكايه النمر الفيل والعصفور الشجاع. يا اطفال حكايه اليوم كانت في واحد الغابه، في واحد الغابه كان يعيش فيها نمر فيل، كانوا اصدقاء يمشوا هكذا في الغابه وكامل كانوا يهدروا يتكلموا. اذن الفيل يتكلم مع النمر، قال له وش بيك، شغل كان خايف هكذا، قال له وش بيك، قال له انا نخاف من الصياح تاع الديك، قال له كي بدا الديك يعيط هكذا كان نخاف، قال له نعود نرجف ما نعرفش كاع واش راح يصرى لي هكذا. قال له وش بيك تخاف من الصياح تاع الديك وانت ملك الغابه والنمر وكذا وكاع الحيوانات يخافوك وكذا، قال له لا لا نخاف من الصياح تاع الديك. ومن بعد قعد شاف الفيل هذاك يحرك في ودنيه هكذا، غير يحرك فيهم يحرك يحرك. النمر قال للفيل، قال له وش بيك انت؟ قال له انا نخاف، نخاف الناموس يدخل لي في ودني. قال له كيفاش انت فيل كامل اضخم واثقل حيوان في الغابه تخاف من الناموس؟ اي قال له انا نخاف، نخاف كي يدخل لي الناموس قالوا ياذيني وكامل نخاف منه. وقعدوا يتكلموا النمر والفيل على واش يخافوا واش ما يخافوش. ومن بعد شافوا في واحد الشجره هكذا كان واحد العصفور فوق البيض ديالو هكذا، جاه واحد النسر، جا واحد النسر هكذا حب ياخذ له البيض ديالو. وهذاك العصفور هذاك ما خافش من هذاك النسر باسكو كان رايح يدافع على ولاده كامل، بقى يضرب مع هذاك النسر هذاك، قال له لا لا ما تدينيش ولادي وكامل. هما ذوك الحيوانات يشوفوا فيه، يشوفوا كيفاش عصفور صغير يضرب مع نسر كبير باش يحمي ولاده، الشجاعه اللي كانت عنده تخلعه. إذا عمو يزيد نستخلص من الحكاية أنه يجب على الإنسان أن يكون شجاعا ويتجاوز كل الصعوبات. برافو 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 بوبي، برافو 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 برافو. يا أطفال إذا مهم جدا أن الإنسان يتجاوز المخاوف نتاعو، بالمرات تكون عندك مخاوف صغيرة كما الفيل يخاف من الناموس، كما مثلا كاين إنسان يخاف من الظلمة، كاين لازم تتعلم أنك تتجاوز هذه المخاوف باش نتجاوزوها بالشجاعة. ياقي يا أطفال برافو. يا أطفال شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ شكون شكون شكون؟ تعالي بنتي أرواحي، تعالي تعالي أقعدي. واسمك بنتي؟ سلاف. وين تسكني سلاف؟ في بومرداس. في بومرداس، خير الناس. تحبي الأرانب؟ إيه. احكي لنا النكته تاعك بنتي. قال لك واحد اسمه عقلي، واحد اسمه عقلي، واحد اسمه وش دخلك. اه قال له واحد نهار ماما كي قرب له لا رونتري سكولار سجلتهم ماماهم في المسيد. ومن بعدتك راحوا للمسيد. هذا عقلي راح يشري قرنطيطه، ومن بعد واش دخلك دخل الاخر، ومن بعد تيك الاستاذ ديالو قالت له واسمك، قالها واش دخلك، قالت له واسمك، قالها واش دخلك، قالت له واسمك، قالها واش دخلك، من بعد قالت له نديك المدير، قالها ديني، قال له واسمك، قال له واش دخلك، قال له واسمك، قال له واش دخلك، قال له واسمك، قال له واش دخلك، قال له ورا عقلك، قال له راح يشري قرنطيطه. برافو برافو بنتي برافو. شكون اللي عنده نكته؟ اروح تعالى تعالى اقعد وليدي. واسمك؟ محمد. محمد شوف الكاميرا محمد. واسمك؟ محمد. محمد شحال في عمرك؟ سبع سنين. سبع سنين. وين تسكن؟ بالعباس. سيدي بالعباس، خير الناس. شحال رقم الولايه تاعكم سيدي بالعباس؟ 22. 22 برافو برافو برافو، خير الناس. إذا سلمنا على كاع الناس سيدي بالعباس كي تروح. هاي احكي لنا النكتة تاعك. واحد النهار واحد شغال لفرنسا، قال لأمه كيسموها قهوة، قالت لها كافي، من بعد قال لها كيسموها السكر، قال لها السكر، من بعد كي راح
كراح نسب اي باش بغى يشرب قهوه اي كراح القهوه نسب باش يقولها كيسموها المغرف كيسموها اي قال عطاني كافي عطا كي قال عطاني السك قال عطاني السك خطا اي من بعد قاعد يتفكر يتفكر المغرف كي داير اي من بعد قال عطاني هذيك اللي ديرها برافو 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 تعالي بنتي تعالي برافو تعالي اقعدي بنتي واسمك؟ اسمي دعاء دعاء وين تسكني دعاء؟ نسكن في ولاية البويرة ولاية البويرة خير ناس خير ناس حكينا النكتة تاعك بنتي قالك واحد جاي حار فلسطين ما لقاش الهريسة كيفاش؟ قالك واحد جاي حار فلسطين ما لقاش الهريسة اروح وليدي تعال 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 اقعد واسمك محمد وين تسكن محمد في دار البيضاء دار البيضاء خير الناس احكي لنا نكتتك كان واحد نهار معلمه قالت لتلامذتها وحا رسموا لي حيوانات واحد رسم لها نقطه قالت له شنو هذه قال لها فيلا وجاي من البعيد برافو 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 يا أطفال واش رأيكم؟ واش رأيكم؟ لديه 12 اسما وليس له جسم، ما هو؟ ما هو؟ بس نتشوف واسمك بنتي؟ فايزة فايزة، واش هو الجواب؟ السنة السنة، برافو برافو، تعالي فايزة روحي روحي بنتي روحي اقعدي هنا السنة 12 اسم اللي هي اسمي بنتي فوالا 12 اسم اللي هي اشهر السنه وليس لها جسم هي السنه برافو اذا عمو يزيد هذيك قبعه تقيك من اشعه الشمس وسيدي من حق الطفوله لعمو يزيد فيه 22 اغنيه هديه للشاطرين تفضلي بنتي تفضلي العفو 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 برافو 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 يا اطفال لحقنا ركن عيد ميلاد اسماء 9 سنوات اروحي اسماء تعالي تحكي بيا اسماء تعالي تعالي بنتي اذا احنا راح نغنوا الاسماء عيد ميلادك نغنوا الاسماء عيد ميلادك احلى عيد اعطيني ندي لها تاج العروسه هذه عيد ميلادك احلى عيد واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع اسماء باش نحتفلوا بعيد ميلادها عيد ميلادك احلى عيد ربي كتب لك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد وقل لك عيد ميلاد سعيد من تبديلك نتمنى صحة وسعادة وهنا شمه يا ربي لبيا سنة وتعيش أيامها يا ربي دنيا تسانى وتعيش أيامها أفراح ونعيشوا أحلى الأوقات نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيله وجمال هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيله سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة
برافو 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 برافو. إذا بنتي كل عام وأنت بخير، كل عام وأنت بخير. إذا بما أنك من الأطفال اللي شاركوا بجمع خمس قسيمات من حليب رامي وبعتهم لنا، اخترناك باش يكون عيد ميلادك اليوم. إذا هذه هدية مهداة من راعي الحصة رامي. إذا تصفيقة تصفيقة يا أولاد، تصفيقة تصفيقة. هذه هدية من رامي، سيتون تابلت كيدز تفيدك إن شاء الله، تفضلي. وهذه شهادة، شهادة في تصوير، شهادة لإنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. وانتم كامل غير تخرجوا تسيبوا كاع الشهادة تاعكم يسنوا فيكم. تفضلي بنتي، كل عام وانت بخير، قبل 100 عام إن شاء الله. شكرا، برافو برافو. إذا وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل نهار 3 على 5 على العشية على قناتكم الشروق تي في. نحبكم يا أطفال. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.